حياك الله. قضية من لا شيء. قضية طيب من لا شيء. يا ناصر هلا به تفضل. الزامل عندكم ايه؟ هل هو مختص بكحطان كامل؟ مختص بوادة بيام ما يعني. اشوفه حاليا ذا الحين ما اشوف انه مختص في احد. لا لا اللي جاب الزامل يا ناصر عليك السلام. الفلسفة ما احب اتفلسف في شيء. لكن انا من يوم خلقت وانا اعرف انك حطان ويام ووادة من القبائل الثانية هذول عندهم الزامل فن الزامل كلهم مشتركين فيها. الحين في مثلا بنجي مثلا زواج خوينا الشهراني اوكي ولا الدوسري متجمعين فهم يتقدرون ايش ايش الفن اللي عندهم اللي نقدر كلنا نحنا ايش نقوله ونسويه وندخل بقى عند خوينا فهمت انت بتجي انت اهم شيء اه لا فيها قطه هي فيها قطه انا ابغى بسال كم بتجي انا مشغول ذاك الوقت حول حول ما قفلوا الحساب قفلوا ذاك اليوم ما تدري اعطني هذا الحين لا ذاك اليوم فين وشل البطايق وشل الدرام والله حقك في البل حقك في البل كم قعود انت ابغى اللي بي حسين اذا جابناك اخضر والله صفك هناك سمعت يشوفون ايش الفن اللي يعني مثلا عندكم انتم متقالكم يا الدواسر كيف؟ انه ما في زامل تجي تسلم طبعا اذا تسمع لاخوي يعني نمشي على ايش؟ بس على اقرب شيء او المنسق حق زواجك ما يجي عندك منسقين من اخوياك المنسقين اللي من اخوياك بس انه يمشي معنا فن الزامل يا الربع يا الربع واحد من اخوياي حطوه منسق احب السوالف ذي هذاك هذاك يلا يمشي حياته يمشيها حطوه منسق طبعا انا اعرف راعي الزواج حتى كلمته قلت يا اخي ما لقيت الا هذا المنسق الغبي هذا يضيع عياله عياله ما يضيعهم تحطه منسق قال والله اني اثق فيه قلت طيب والله انت تصير سالفه قال لا ان شاء الله انه ايش سوى؟ جاء مجموعتين هذول اخويا هذول اخويا ما ابغى يدخلهم مع بعض حلو خذا معونتهم عشان يكتب اساميهم وخذا معونه هذول عطى معونه ذولا ذولا وذولا ذولا اي والله كيف يحسب؟ راحوا راحوا ذولاك وما عمل الظرف يقول طلع اللي بيورد طلع الظرف للاسماء كلها ما يب لا هو ولا اللي في الصف اللي وراه وقف للصف الثاني اوه ماشي انا كم ماشي الليله سمره على ذا المنسق يا ولد جينا جينا يا ولد انت صادق ترى جينا تصير في تنسيق الحفلات ذا الاخويا ولا هذه يجي فيها مشاكل لا اله الا الله كذا انا ما احب ولا طرالي الا مره واحده وتبت بعد انا مره ايش حصل في هنكبات ايوه في واحد اجتمعوا الاخويا واجمعوا معوناتهم وذا طلعت حوالي 70 حلو وعينوا لهم واحد قالوا يا ولد انت اللي جوبها وانت اللي ورد وانت اللي كذا المهم عطوه الضرب ومشوا المهم يا طوال العمار ان الرجال سيارته شاص النخل مدين جديد المهم ان الرجال مشى ويوم وصل الحفل ويقبلون الرياجيل بالزامل ويتقدم يبغى يجوب ويرد ايده الجيبه يبي الظرف ابو محمد دور للظرف معين فيلم صدق يطلع مفتاح السياره ويجوب صلاه على النبي انت يا فلان تستاهل العلم الغانم وكفو ومن ذا الحكام وعندك دونه ويلا يا ولد وذا الحين هنا لك شخص جديد والله العظيم انه حل لك هذا اللي عندي وعفاك يجي اللي ورا استغرب وش السالفه عليكم السلام عليكم السلام شخص يمكن قيمته 160,000 يعني دبلها يعطيه الشخص المهم يا طول العمار انه قال جوب به باسم اخويا كله المهم ويمشي ويوم جاء المعرس ذا ويجي الشاص ويوم خذاه الا والله انه يعين الظرف فيه. النفع. النفع. طيب هذاك ما يمديه يرجع يدور. ايوه وقف بليز ما يمديه وقف بليز ما في. بعدين موقف يا اخي على والله تجمل الرجل. والله تجمل. عز الله تجمل. الله ما همه. المهم يطول العمار ويحصل الظرف. المهم. يجمع ربعه وبني عمه ويقبلون على
رفيقه ذا. الرجال خذ الشاص وخذ المنونة شفت، ويروح طالع طالة عماركم المعرض ويفك الشاص ذا جديد ويقبل بها على اخويه اللي جوبها، هو فهم السالفة كلها ويقبل بها على اخويه راجع بيض الله وجهه كل ملك كل منهم متجمع. هو ما هو معلمهم يعني، ها هو معلمهم اي ما ما علمهم بعدين انه ضيع هذه. اي الرجال رجع لاخوياه قال يا الربع انا والله دورت للظرف ما عيته، معونتكم ترى حول 70,000، انا جوبت بسميكم بشخص النخر بدي قيمته 160 بزياده 110,000 اي دبل معونتكم. الله الله وانتم تستاهلون كلام. قالوا ها والله ان شاء الله. قال والله ما حد يشارك. الله الله شوف هذه من باب المواقف الصعبه يا ولد. انا والله حضرت زواج الواحد من اخويا، انا تجمع الشباب ولا اني اشوف الورقه يا ولد الاولى الثانيه هذا كفو ما شاء الله تبارك الله، الثالثه الرابعه اسامي اسامي ما شاء الله. فسال واحد من اخويا في التنسيق قلت كم وصله؟ قال 210. فامسك راسي ما شاء الله ما شاء الله لا اله الا الله. قلت الكلام ما شاء الله تبارك الله ما اختلف. كيف تردها؟ اي صدق هذه ارهاق، هذه هذه حمل ما بكذب عليك. انا ودي اخوياي كلهم يجون ولا يجي النفع الا يمكن 60-70,000 نعمه اقدر مقدوره عليها صدقت. لكن يجيني 300-250-600 يقولون جميله عند الريجيل ما انا اخلف انت جمني لا تحملني صح ولا لا؟ الريجيل بعض الاحيان رواتبهم 7-6,000 متزوج عنده بيت وعنده مصروف وعنده 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 يمكن يصفى له من راتبه الصافي 1,500-2,000 صح ولا لا؟ نعم. يمشي بها ولا عنده اي مشكله. بعدين الزواجات تجي ورا بعض يتزوجون اخوياك شوي لو يجي 3 زواجات واحد اعطى 5 واحد اعطى 1000 واحد اعطى 2000 واحد اعطى كم بتسوي ايش بتسوي؟ اروح ابيعك لاي لما ذا عندك كيف بتسوي؟ لازم تعرف حد؟ شوف فوق ذا يا ناصر لليوم لا شوف ناصر فوق ذا تحضر زواجاتهم كلهم ايه؟ اللي جوك واحد من عوال عمي حمل واحد من عوال عمي يوم جاء زواجه جاء اخويا وجاب وجه معارف وجه صح انها صورة طيبة ايه شفت المعارف ذولا اخويا لكن حمل لكن يوم جاء عقبها بشهرين لا والله ان هذا قال والله دور الجسر والله هي مصروفات الشهر ذا انها فوق 15,000 في المعاون حق الزواجات بس معاون راتبه 7,000 ها انا ما يعني ما في شيء عندي عشان ارد ذا الحين الصدق الحين نتجمل ذا الحين اغلبنا يكون ما بعد عارف ولا شيء لكن في شهر من الشهور صرت على اخوياي كلهم كل يوم اللي دقوا علي عزمه 7 في شهر واحد في 15 يوم 7 اشخاص زي ما قلت لك قلت يا اخي انتم متفقين ولا ايش وضعكم؟ تقسموا يعني لو بتجيهم لو بتجيهم ايه لو بتجيهم من 500 ب 350 راتب ليه ليه حتى ما حتى 500 تستحي ودك تعطيه اكثر من 1,500 والله العظيم حلو انا بعزمك في الزواج يعني انت تعطيه اكثر ها؟ لا الحين الحين الوضع حطيتك ايه حطيتك في لسته البزنس الفي اي لا لا ترى الناس بدوا يفهموا الناس بدوا يفهموا يجيك بشت يجيك بشين والله نادر يجيك لا تجيب بشت ولا تجي ترهقني بهذا الحديد معك وتجيب لي درع اي شبابه مبروك زواجك اي افلح مني هناك هبلي تعال احضر انا ما ابغى احملك ما ابغى احمل لا تحملني إيه وقف ايش تبغى تجيني ب 5000 ب 2000 تشريف بدون تكليف ها تشريف بدون تكليف الله. مره انا عني انا ناصر بن قماش اقول تشريف طيب واذا جاء زواج يعني ابشر بساعتك وش تشريف بعد نفس الدقه لا بديك بديك بالنبعه بديك بالنبعه وبديك بالعلم الغانم ابشر بالسعد بيض الله هي هي عني انا ناصر انت وربع ابشر بالسعد وبني عمك والله ابشر بالسعد حطان كله بيننا وبينك ما بقى لا بيض الله وجهك عذبت عصا بيض الله وجهك شر والله بسعتك تسلم لكن اتكلم الصدق الدعوه ترى على الحضور اي الدعوه اني نعم. فرحه ويوم قال لك تشاركوني ذي الفرحات والحفل والمنسق موجود والدنيا ويوه منسق بشر والله منسق والله ما اسمع شو الوجه شو الوجه منسق عندي في الزواج نواف بيجيك ناصر ايش فيه؟ ضيعت 500 500 في جيب فين 500 تبغى؟ لا والله انت بتقول زين اذا ما خليت بروح القاعة دورت انا والله اني سمعت فيه زواج ناصر قماش يشهد اجيب 10,000 وافي وانت 10,000 ايش؟ وانت 10,000 انا منسق اعطيت 10,000 حقة ناصر ناصر بن قماش هو انا منسق هذه نفعتنا ليه؟
ليه بيض الله وجهك 40,000 بيض الله وجهك والله يرحم والديك تدري انك انت بتكسر ظهري ذي الحين 40,000 تعرف ليه؟ لاني انا باخذ النفعه هذه بروح شهر العسل وعيش ايش؟ كنق عصري ارجع قفل الجو عشر حضر حضر ارجع من ناكل لو افتح ترين 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 لا مرحبا الله يحييكم في زواجي تاريخ حضر فايش تسوي؟ تنظر من الاشياء فوق 10,000 يا اخي الله يعزك هذا كم من هو بيعذرك يقول لا تجيب هذه بعطيك ولا مره انا شوف انت عطنا ال 10,000 بعد البرنامج ان شاء الله عطنا ال 10,000 فهمت؟ صدق احنا بنتفاهم انا وياك هذه مالك هم ارقد في رجال منفع انا منوه وصقر نعم خوينا ناطق خوينا والاخ عبد الله اذا كنا نقطع 10,000 هب شحمه قلنا هب شحمه ليه؟ ليه 10,000؟ ليه؟ مملوء؟ خليها 5 ايش قلت لي؟ منجوم منجوم منجوم؟ يعني تعبان مجنون وش اللي منجوم؟ منجوم في منجوم منجوم يعني تعرف هذا منجوم؟ اللي في لندن المقطع ذاك اللي دخل وشاف عماير كذا قال صديق بدل اجنبي بدل امريكي صديق انت من نجم مثلي؟ يعني يعني منصدم يا رجال خل انا جيت الرياض ولاني انصدمت يا الشباب تدرون والله العظيم اني اسوق امشي زي كذا بالسياره طالع في الابراج طالع فوق زي كذا يا ليلي نجم نجم اشغل نجم ذاك اليوم اقول بيني بنفسي هذا ان شاء الله